وقفت واحد عنده بيك اب احمر صغير مضبوط؟ اه اه ما هو لما احنا بنضل نقول ابو محمد الرموني ايش؟ ابو محمد ايش؟ ابو محمد زيدان اسمه هو ايش؟ احمد زيدان احمد زيدان احمد زيدان نعم الاصل من رمون من رمون نعم ومن سكان القدس سكان البيرة البيري بقول من القدس يا زلمه انا مولود في القدس كنت مرحلت بس هذا البيري اللي هو تجبروني ارحل اخذوا هويتي اخذها بعد اخذتها من ضفها تفضل عم ماهر خلينا اصور بالله شويه تفضل اقعد اقعد تفضلوا على اليوتيوب انا والله ما بقدر اه مشان نحطه عليه والله قلت اشتغل بقعد يا زلمه خلينا نصورك والله تفضل اصورك شوي شوي ما هي ماشي لما بتصير تسعه تكبس الحمراء مشان اوكي والله هيدا بيطلع على اليوتيوب اه دائما انا بصور هيك بقول قبل المعركه وبعد المعركه ما تستنوش يا عمي اهلا وسهلا اوقف هوري لا عمو لا لسه ما صرتش تسعه صور يا بنيه صور مش لموه في عوزة هاي بشو بفهمت لأبو مهرين اه لا شغل يوتيوب عمو مهرين لا يوتيوب لا يلا عمر بدك تطلع اليوتيوب والله هواية تعرف والله يا عمي هواية هواية في نكتة تغني الواحد يلاقي شيء يلزم فيه سلو شوف اللي يطلعها كل شيء هذا بيطلع عليها عمر يوتيوب راح تطلع صور علي صور علي زكاة قضية حجي خليها هيك على المنسف خليها على المنسف مشان اللي بيجيبوه يتحسروا اه والله دائما انا هيك كنت